يشرح هذا الفيديو التعليمي كيفية ضبط عقارب الساعة مع التوقيت الرقمي إذا لم تكن متطابقة. اضغط مع الاستمرار على الزر الأيسر لمدة ثانيتين تقريباً، وذلك للعودة إلى وضع عرض التوقيت من أي وضع آخر. الآن، اضغط باستمرار على الزر الأوسط الأيمن حتى تبدأ الأصفار في الإضاءة على الشاشة، وذلك لبدء وضع محاذاة العقارب. قم باستخدام الزر الأيمن الأعلى والزر الأيمن السفلي، وذلك لضبط العقرب الصغير على موضع الصفر. اضغط باستمرار على الزر الأيمن الأعلى أو الزر الأيمن السفلي لتحريك العقارب بسرعة عالية، واضغط مرة أخرى لإيقاف حركة العقارب. الآن، اضغط على الزر الأيسر لبدء ضبط عقربي الساعات والدقائق. قم باستخدام الزر الأيمن الأعلى والزر الأيمن السفلي، وذلك لضبط عقربي الساعة والدقائق على موضع الساعة 12. اضغط باستمرار على الزر الأيمن الأعلى أو الزر الأيمن السفلي لتحريك العقارب بسرعة عالية، واضغط مرة أخرى لإيقاف حركة العقارب. بمجرد الانتهاء من الإعدادات بالطريقة التي تريدها، اضغط على الزر الأيمن الأوسط للخروج من وضع الإعداد إلى وضع عرض التوقيت. لمزيد من مقاطع الفيديو التعليمية، يرجى الاشتراك في قناتنا الرسمية وإبداء الإعجاب بمقاطع الفيديو الخاصة بنا.